But look, I remembered how much you like flowers. Oh, damn. That wasn't you. Jimmy, I'm really starting to like you. الساعة 11 بالليل والله لاعبي بينام. علمناه سربته اليوم. اوه هذه الضربة القاضية بس هذا المطلوب. وخر وخر. بتوصلني إلى المدرسة؟ والله بتسوي خير. خليني أنام في السيارة وتكون موصلني إلى أيوه وصلني إلى قريب. باقي خمس دقائق والله ما يمديني بنام قدام السكن طلع. باست أوت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا شباب في مقطع جديد من لعبة بولي أو سلسلة الشغب في مدارس لندن. طبعا في الحلقة الأخيرة مثل ما شفتوا القصة الرهيبة هذه قصيناها، وكالمعتاد أشكر كومنتاتكم ودعمكم في هذه السلسلة، وصلوا على رسول الله ونقول إلى الكلاس والديني. طيب اليوم أتوقع أنه راح يكون أول كلاسات تكرارا، يعني بيكون ليفل 2 من كل كلاس، لأن أتوقع كذا خلصنا موضوع الكلاسات يعني، أو شفنا سمعت الجرس يعني كل الكلاسات تقريبا أخذنا عليها لفة، فالحين كل شيء بيكون جديد. يا رب، بدي أقول يا رب أنها مو بالقصيرة. هذا الكلاس موقع صراحة أول مرة أشوفه هنا. لا والله يا شباب هذا كلاس الجغرافيا أول مرة. بعد شوي بشوف إن شاء الله عدد الكلاسات اللي موجودة في اللعبة، لأن ما شاء الله تبارك الله عاد في الجغرافيا. الله يستر. والله ما أتذكر طريقة اللعبة. يقول لك ماتش العلم مع ما أدري إيش هذا، والله ما فهمت، بس إن شاء الله يا ساتر. أوكي هي الجغرافيا. والله عز الله توهقت، عز الله توهقت. يا أخي جيب لي دول الخليج، جيب لي شيء. وين بريطانيا يا شباب؟ الله يستر نخبص يعني. فرنسا، باريس. اوكي خلاص، اوكي يباني اسحبه. ما في اي علامات سنو فوق هناك، ايش السالفة؟ ايطاليا يا شباب، اسبانيا، نغش يعني ولا كيف الوضع؟ البرتغال، بربي وهقة يا شباب. الجغرافيا سلم لي. بعدين اشيل الماب اللي احس اني اول مرة اشوفه. وين روسيا العملاقة هذه؟ دقيقة، وين علم روسيا؟ فنلندا ما في. الدنمارك، وش دراني من الدنمارك انا وفنلندا وجرمني؟ هذا اللي سافر، انا ما سافرت المناطق هذه. يا ربي يا كريم. دقيقه يا اخي، ممكن في شيء كذا. يونايتد كينغدوم، ليه؟ طيب لا اله الا الله، ما في تلميحات هنا ولا انا. هذا ايش تلميحه بيتزا هذه ولا ايش هذه اللي هنا؟ يا اخوان نغش يعني ولا كيف الوضع؟ ترى بنقدر نعيد الكلاس لكن بعد فترة طويلة. خريطة العالم، او خلها خريطة اوروبا. اوكي سويسرا جنب فرنسا. وين سويسرا؟ قبل شوي شفتها. يا ولد مع الغش. دقيقة يهو، المانيا فوق فرنسا وكبيرة. المانيا، وين المانيا يهو؟ هذه المانيا موجودة فوق فرنسا. حلو جميل جدا. باقي دقيقة. غش على السريع. طيب براشيم، اسبانيا تحت على اليسار. اوكي يا ولد. اوكي كم اجابة يريد هذا؟ سويسرا تحت المانيا، البرتغال لازقة في اسبانيا على اليسار هنا. شيت والله اني في الجغرافيا سيء جدا. وايطاليا على يمين فرنسا مع حدود فرنسا. وين فرنسا؟ هنا ايطاليا مفروض، او هنا، هذه ايطاليا. اوه حاط علامة الباستا وفوقها سويسرا. اما 30 ثانية. دنمارك، الله يخرب بيت الدنمارك. نرويج، السويد، فنلندا، كلهم فوق على اليمين هناك. هذه السويد، نرويج فوق. والله رسوب على عيني. يا الفضائح يا اخي هذه السلسلة. سكول ستور، من متى عندنا ستور؟ اوكي خلنا نشوف لنا كاب احمر. في كاب فنان يا اخي حق المدرسة، وينه؟ اما نص كاب هذا ما ينفع. كاب الاخضر، كاب احمر. خلنا نشوف التيشيرتات اللي عندهم. اوكي حليو. وهذا وهذا كرة سلة، نفس الشيء ونفس الشيء بس ازرق. هذا حليو، احمر واخضر. اوه نظام مخويان الخضر. وهذا اللي برضه جروب ثاني، ما في شيء نفس الازرق صراحة. الازرق عاجبني رهيب. بس خلونا اليوم نغير مع اخويان الخضران. $7. وهذا مع الازرق يا سلام رهيب والله. خلنا بنلبس الابيض عشان ما ننسى بعدين نحط الازرق. اليد الثاني نفس الشيء بس بنخليه فاضي. نغير الستايل شوية، بما انه اخضر نشوف له الكاب الاخضر هذا. اوكي هذا طقمنا يا شباب اليوم. ايش هذا المكان؟ اوبن ولا؟ والله ما اتذكر هذا المكان يا اخوان، خلينا نستكشف. ليكون هذا المكان الاخير اللي اما الفيران يهاجموننا. وين الشعلة؟ اي هذا المكان اللي جالدنا فيه.
نرجع. طبعا هنا الخيانة صارت في الحلقة الأخيرة. طيب خلنا نشوف المشنات اللي عندنا اليوم. يكفي فضائح الكلاس الأول. طيب عندنا المشن الأول بريب تشالنج، هذا اللي كان من ودي أشوفه من زمان، فخلنا اليوم نشوفه. تعال يا طيب قروبي، هذا قروبي قروبي يا وصل. طبعا المشرف ما يشوفه يوم يجلده، بس يشوفني أنا يوم أصير أجلد. أوكي. أما كلاس الثاني بدأ. دقيقة يا أخي ودنا نخلص مشن، ولا تدرون خلاص مما أن الكلاس الثاني بدأ بسرعة، فخلونا نخلص الكلاس الثاني وحاول أنسيكم كلاس الجغرافي اللي جبت فيه أمه العيد، ونروح نشوف المشن. الله يستر وش من كلاس هذا. ماث كلاس؟ أوكي ماث. أوه لعباتي يا حبيبي مهندس عبالك. 3 4 7 استهبال هذا. 50 يساوي إيش هذا؟ 45 5 6 6 36 How many triangles 2 هذا أحس فيها خدعة بصرية. 2 أيوة 2 يا أخي لا تطقطق علي يرحم أمك. What is the smallest إيش هذا؟ استهبال هذا. إيش الأصغر؟ إيش math 101 مستر هاتريك. المهم ما علينا. 12 يساوي 17 ناقص 6 20 ناقص 8 What is biggest الأكبر؟ كوكب زحل أو زمردة. Which is lowest لا كذا مسخرة. 8 3 11 1 تقسيم 2 نص Which أبطأ شيء في العالم؟ السيكل ولا القرد؟ غوريلا. 120 يساوي أيوة دقيقة صدع راسي. هذه 100 وهذه 120 أيوة. 7 ناقص 5 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. 2 Which is fastest خرسانة ولا سيكل؟ سيكل أسرع من الخرسانة؟ والله ما أدري، بس المهم أنه محرك هذا، المفروض أنه يكون أسرع. 99 يساوي يا حبيبي إيش هذا؟ 11 9 كم سؤال يخرب بيته؟ 12 يساوي إيش هذا؟ 12 زائد 11 9 فلسفة فيني والله إني فلسفة، أحسب الأسئلة كافية الوقت. يا الربع إيش فيني اليوم بادي الكلاسات كذا؟ عيد التخزينة من جديد يعني؟ لا والله ما أسويها. طيب نروح للمشن، أعوذ بالله، لا واضح إني مسنطر اليوم. طيب الله يستر إن شاء الله أن تعدي الحلقة هذه على خير. خلنا نشوف المكان وين النجمة الحمراء هذه اللي مديتنا. أوه في المدينة الثانية. طيب نروح الجراج. الجراج وين كان موجود؟ الجراج تقريبا إني كنت أي هذا هو علامة القفل. أوكي طيب أيوه سبحان الله بالغلط فتحت في شيء فتحته بالغلط اللي هو الكلاس. أي تعال شوف الفضايح والله. أول رسوبين لي في الجغرافيا والرياضيات، حرام والله رياضيات حرام. جالس أقرأ اسم المدرس ومن الطقطقة مسوي فيها. أوف معليش معليش. أوه رسل هذا خوينا، شوف صار ما يضرب مع أني رفسته. يا رسل يا رسل الحلقة الأخيرة علمناك الأدب، قلنا لك خلي الناس المساكين في حالهم. قال رسل السيء وما ادري ايش وخلاص التعظ يعني. معقول الحين يوم اغلط يا رسل ايش كاتب؟ ما ادري ايش ار لوزر يغلط على شوف يقول لي هاي. والله تغيرت نفسيته رسل. يلا اشوفك على خير مش فاضيك. ناخذ السيكل ونتوجه الى المشن الاحمر اللي اسمه بريب تشالنج تحدي. هذا انفتح المشن، هذا انفتح بعد ما خلصنا المشن حق الطباخة اللي طلبت مننا نروح نجيب لها الوصفات. ايوه ليش البريك هذا المفاجئ؟ اوكي ايوه هذا الظاهر انه بوكسينج. هذا تذكرون الشاب اللي جانا بعد ما ضربنا رسل قال سمعنا في الاخبار، سمعنا في الاخبار سمعنا الاشاعات انك ضربت رسل العملاق في المدرسة، ف ليه ما تمر لنا الجيم؟ هذا الجيم تبعهم او حلبة المصارعة او اللي هي. ف يب اوكي الحين بنروح، ما ادري هل بيعطينا مهارات جديدة. خلنا نستكشف المكان على السريع. هنا المشن اثنين يجالدون هناك فوق. طيب ما في شيء، ننزل ناخذ المشن. اوكي خلنا ناخذنا واحد بارد على السريع لانه واضح انه بيصير فيه جلد بعد شوي.
ردي توراك قال خلاص جاهز يجلد. اوكي شاف الاعلان بكم الفلوس؟ واحد الف ولا مليون هذي؟ ظهرنا الف حبيبي يا البطولة. اوكي راوند ون بسم الله. اصبق علينا بسرعة اول ما نبدأ. لا 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 فيه دوج في السالفة. شفت كيف عينه يوم اسوي الضربة القاضية كانه جلدني يا شباب. كلاسات ورسبنا فيها وقلنا ما عليه. بس المشن يا اخي ما جابوا لنا واحد. يخرب بيته. اما تايمز اب يا الربع والله انجلت. الظاهر اني اسوي دوج غلط. دقيقة هو مثلث ولا اكس؟ اكس لازم التايمينج يكون صحيح. اوكي رجع شوية من الهيلث. اوكي نصد هجمة. افا لا 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 من اللي شجعني هذا؟ لا 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 صد صد ايوه وبعدين اصفقه. لازم تعرف نقاط ضعفه صاير. لا 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 جيمي بيموت. تكفى 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 اجلد عينه تكفى. اوكي مات هولد. اوه احسب ان سطة اللي بيطيح طلع لازم تم ضغط مربع. راوند اربع يخرب بيت الشغلة. ربي تحدي سالفته سالفة هذا. الالف بيطلعونها من عيني. اوكي عرفت التايمينج الصحيح. يوم اشوفه يرجع يده. يا سلام خلاص خلاص البطولة في يدي يا شباب. خلاص دركت سالفة. لا بس خلاص خلاص تكفى قل لي هزمته خربيته. هذا اول واحد و جاني الثاني. الله يستر. جاستن جاستن بيبر الموست ينجلد يا شباب. هذا اخر راوند ان شاء الله. حركاته مختلفة عن شوف ابن الذين دائما يسوي لي دوج. ضربه الاولى في حركة حلوة اني الاولى مربع والثانية اطول عليه. تنقص هيلث كثير. ايوه انهيها. ما ادري كم شخص راح جالد معه عشان هذه البطولة. هذا ثاني واحد. الله يستر علينا. هذا الثالث نزل لك. وش اسمك انت؟ باركر. تعال يا باركر. خلنا حبايب يا باركر. يا باركر. يا باركر. اخيرا يا شباب في الراوند الثالث سدحنا باركر. تكفى قول لي ثلاثة خلاص. اوكي. اشم ريحة خيانة يا شباب. ما اعطوني فلوس. نيو سيف لوكيشن. اوكي ايش المنطقة هذه؟ يا حبيبي وين المليون مدري الالف؟ كم فلوسي انا والانفنتوري؟ 134. اعطاني مكان سيء فيه. وش ابغى بالمكان انا؟ رجالد مع ثلاثة. تشالنجر 1. قلبوها تسخين. والله ما العب. دقيقة في ميشن ثاني فوق. اوه يباني البس اللبس تبعهم. عشان ادخل للمشن. You need a sweater. اوكي. والله كأني اتذكرت المشن هذا. بس شكله حلو ما في له بوكسينج. خلنا نغير اللبس ونرجع له. بس بما اني وصلت المدينة. دقيقة في مكان اغير ملابس هنا ولا ناخذنا مشن ثاني؟ خلنا نغير. اوه متزاعلين لاني لابس اللبس حق الجروب الثاني الاخضر وجاي اجلدهم. فلازم اني البس زيهم عشان اخذ المشن عندهم. هنا في سينما لو تتذكرون المشن اللي كان هنا. You need some flower. سالفة رومانسية يا شباب. حتى نغمة اعطوني اياها نغمة رومانسية. دام الوضع ليلة خلنا نروح نشتري لنا فلاور ونجي. في مكان رومانسي لو تتذكرونه
عبارة عن حلويات وفلاور تقريبا هذا. خلينا نشوف. لا والله هذا حلاقي هيركت. أجل اللي مقابله خير يا طيب. شوف كلهم جايين يضاربون معي. هنا في محل ملابس يا أخوي. وخر مش فاضي لك. خلنا نشوف. يم يم ماركت. شايب خوينا هذا ما انتبهت لي. هذا هو. طيب ستارت برشيزين. عطني 2 فلاور 1 احتياط. يمكن ما يمكن ما تسلك معنا الأمور الحين ما نقدر نشبك فاحتياط. سبحان الله وش جلسك انت. شعب كله يشبك في هالمدينة. كارنيفال ديت. خلنا نشوف ال ايوه. This is how you treat a girl? Well, not me. What are you talking about? We had a date and you are 3 minutes late. No, we did. تأخرت 3 دقايق. Yes, we did. But look, I remembered how much you like flowers. Oh, damn. That wasn't you. Oh, and those are so beautiful. 3 minutes. You know, I'll meet you at the carnival tonight. Jimmy, I'm really starting to like you. حطها نظرة اللي ميت اب وذبان كبير كرني ترى. طيب اروح اقابلها في المنطقة الظاهر اللي هو الملاهي. هذه اول دخلة لنا يا شباب الى الملاهي. وين سيكري بسرعة قبل ان تأخر. هذا سيكري هنا. دقيقة وش علامة القفل؟ في جراج يعني ثاني في هذا المكان. دقيقة والله ما ادري. ها في الا لا شوف ممكن نشتري سياكل ثانية يا اخي في وقت. خلنا نشوف على السريع بما اني وصلت لهذا المكان. ليه 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 ما اقول توكل على الله بس. والله يا اني رافع ضغطهم. والله في سياكل حلوة يا شباب. بما اننا رايحين نشبك كذا لازم يكون معنا سياكل كذا رهيب تعرف ايام المدرسة. على قد الحال عرفت. سياكل احمر هذا بكم سياكل عندك يا طيب؟ وين استعراض الفلوس؟ طيب عندنا هذا بخمسة 35 وهذا بخمسة 15. سياكل رخيصة يا اخي 25. والله سياكلي ما زال الافضل بينهم. توكل على الله. طيب بسم الله وادعس على الملاهي وديني. ما ادري هذا النفق يوديني الملاهي ولا لا. ان شاء الله ايه. الا والله هذا الملاهي قدامي. هذه قبل شوي عصبت علينا لان متاخرين 3 دقائق. هذه قدامي شوفها. لا والله طلعت واحده ثانيه. نشتري التذكره. طبعا احنا نشتغل تذكره بدولار. يو يا شباب هنا الخروج وهنا الدخول. يا خليه ما نكون محترمين كذا ونوقف السيكل كذا. يا اخي غلطه حياتي اني لبست الاخضر وجاي هذا المكان تدرون. يا ان هذا جالس ينجلد هناك. والله كان ودي كذا اضبط المكان بس معليش يا شباب. الباركن لك عليه شويه كذا ما ايوه. اوه شايب فرق بينهم. كفو شايب فرق بينهم. طيب ما ادري هل يمديني اثبت السيكل في هذا المكان ولا لا بس الظاهر انه ما يمديني. اعتبروه انه مثبت يا شباب. مشوا مشوا وكذا ندخل الى الملاهي لاول مره. كريزي شكل مجنونه. وينها؟ والله انها مجنونه من جد. اوكي يقول لك وين هي وين تيكت باي بلينج ما ادري ايش. الحين لازم عرفت اللي تكون اقوى واحد وتصير تفوز بالالعاب كلها عشان تجيب الدبدوب ولا اوكي ستارت وهت. وينه بس طلع لي اياه. اقول لك لازم ايش؟ في واحد اذا ضربته تخسر؟ يا اخوي انا اكسر كل اللي بوجهي. دقيقة دقيقة فهمني اعطني تعليمات. طيب هيت 3 هذا الدب اللي فوق. اوكي يلا اني اشوف وين الدب هذا. هذا واحد. يا اخي خرب بيتي سريع. صبر صبر نعطيها محاولة ثانية. عطنا عطنا اياها عطنا. الحين فهمنا السالفة. اوكي ما فهمنا السالفة لسه. وهذا ثاني وهذا ثالث. تكفى. اوه 3 كرات معي بس. هذه المحاولة الرابعة يا اخوان صدقوني راح افوز فيها. السالفة كلها انا دب اضرب هذا الدب اللي فوق. بسم الله وين الدب هذا؟ طلع لي اياه طلع لي اياه طلع لي اياه. خرب بيتهم. ايوه هذا واحد. لا 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 راح الثاني.
يا اخي وش اذا غش؟ اوف راح علي. تكفى 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 ارمي. خلصت الكور. اوكي يا شباب المحاولة رقم 23 بإذن الله راح افوز هالمرة واثبت جدارتي. شوف وين ارمي. اوكي يا شباب المحاولة رقم 115 بإذن الله راح افوز. في كرات محدودة عندي. الله يخرب بيتك يا اخي وش ذا الغش. باقي واحد واحد تكفى. الله يخرب بيتك. اوكي يا شباب المحاولة رقم 223 اخر ضربة اخر ضربة اخر ضربة. يخرب بيت ام الغش. بادرك عاد هذه تسلك لي. خلصت فلوس يخرب بيتك. هذول النصابين اقسم بالله في الملاهي دائما النصابين. يا اخي الحساسية تكون بطيئة كذا في البداية. خمس كرات معي مدري ست حرام والله. باقي واحد 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 تكفى. ركز ركز. يا سلام يا سلام خرب بيتك. وين الجائزة؟ طير فلوسك كلها. وين الجائزة؟ ايش 3 من 10؟ اوكي فزت بالتذاكر عشان يمكن اجيب لها هدية بعدين. بالتذاكر هذه الجمعة لازم نجمع 10. الحين فزت ب3. دقيقة لتكون في لعبة هنا طوفناها ولا شيء. الساعة 11 بالليل والله لاعبي بينام. علمناه سربته اليوم. اوه هذه الضربة القاضية بس هذا المطلوب. وخر 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 وخر. Swing the millest as hard as you can. وخر بكسر ابو اليد شكلي الحين. ايوه الاخير 50 الظاهر. دقيقة ستارت. از هارد ولا از فاس؟ وش في كذا مهم معضل والله. لو ارجع الجيم 100 يا حبيبي صح بس الانيميشن كان بطيء كذا خوفني كذا. بيض الوجه 6 من 10. تعالي تعالي اقول تعالي تعالي بس. ايوه وش ذا المكان؟ سبلاش سبلاش. يلا خلينا نجرب سبلاش سبلاش. هيت ذا بوليس تو وين. وش اللعبة هذه؟ والله ما اذكرها. ايش ذا؟ ها آه. خرب بيتك يا وسخ. الله اكبر والله يا حلوة. سلامات. وش طيحة هذا؟ وش دخل هنا؟ اوكي باقي اخر لعبة نفوز فيها. اقول تعالي تعالي ذا شوتينج رينج. هو لعبات الايم. يا ريت الماوس بس يشتغل. شوت الزجاج والهذا وانتبه من الحريم او اللابسة هذا البنفسجي. اوكي وين الحريم؟ اوكي الايم والله يا شباب لك عليه يعني وسخين. يسرع لك الايم فجأة ويبطي لك اياه فجأة عرفت؟ اول محاولة يا شباب تعرفون. اوكي ايزي 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 ايزي. اوه النجمة هذه ظاهر اذا جبتها والله 50 او الشرطة هذه ولا ايش هذا؟ على اساس اني قتلت شرطي يعني. خلاص يا ابوي هذا اللي تحلل فلوسك من جد. الالعاب اللي تطول تايم اب. طيب كم 215 السكور كم تريد؟ دوخ راسي. اوكي الحمد لله فزنا معليش على ضربة المايك. برش الزبير هذا كل التلتيل الحين عشان نشتري لها دبوب دبدوب. والله انا عرفت ان السالفة كلها خرفنا. شوف هذا اللي يضاربون في وسط الملاهي يا اخي اعوذ بالله. توني احش على الناس يا اخي. خليني اجلد عينك الحين قدامهم. اوكي هنا رايد كوستر. خلنا يا اخي وخر في ديت وسواليف تشبيك الله يهديك. وينها ركبت الحالي. والله شكلي انا ركبت تحت عليها. لا لا هذه راكبه جنبي. نظام اللي ما اخاف عرفت اللي جالس. وش السماجه هذه ما يخوف. وقلبك تحصله طاير. يو ذكريات يا اخي الملاهي والله. معليش والله الرومانسيه كلها تروح يوم اشوف الالعاب. طيب هذه اللعبه خلصناها. هنا التيكت الظاهر انه نشتري لها
لا والله ظهر نلعب هذه اللعبة. هذه اللعبة سامجة. خلنا نشوف شيء كذا يكون فيها أكشن. هذا فيرست ويل. يلا هدي أجلس ألعبها أنا. ودي ألعب. أسحب عليها. ما في شيء ثاني يا شباب. هذا الألعاب تقريبا كلها اللي موجودة. الله العالم. الحين حاط لي في الماب. والله انسحب عليها. شوف حاط لي إياها بالأزرق. تعالي تعالي. أوه لاعب شوفوا كيف سطل والله فيه نوم. You are getting tired be in bed. بعد ساعة. أخلصي علينا يا أخي بعد ساعة لازم أنام. هذا اللي متكلف. لا إله إلا الله والله مسكين لاعبي يا أخي. أنا نيات you are failed. إيش؟ سكر هذا الساعة. إيش اللي you failed حرام عليك على الفوز والتلتيه هذا كله. الله يخرب بيتك. شوف حتى ما تخاويني والنوم طيب وتخريب الجدول وبكرة الكلاس كذا أروح وأنا مسطل. وش ذا أبن؟ ندخل لعبة بعد ولا كيف؟ يا أخي والله مسكين فيه نوم. معليش معليش يا جيمي. Out of order. خلاص بما أننا وصلنا هنا يا جيمي خلنا اشترنا شيء على السريع. أوه بالتيكت من هنا كان مفروض بس أجي كذا وأشتري الدبدوب بس أني تأخرت وفي طابق ثاني هناك ما أدري وش. المهم يلا ما عليه خل نلحق بس على السرير. معي ربع ساعة كيف أوصل فهمني. خل هذا يمسكني بتوصلني إلى المدرسة. تكفى باقي خمس دقائق بتوصلني إلى السرير. والله بتسوي خير. خلني أنام في السيارة وتكون موصلني إلى أيوة وصلني إلى قريب. باقي خمس دقائق والله ما يمديني بنام قدام السكن طلع. باست اوت والله باست اوت. نمنا يا شباب قدام المدرسة. الله يستر على خلقه. يا اخي اعوذ بالله يا شباب ملاحظين تو الكلاسين رسبت فيهم والمشن رسبت فيه وش بعد رحت المصارعة. لا المصارعة بس ما اعطوني فلوس. اليوم عبارة عن اعوذ بالله ولا ونايم في الشارع في نهاية اليوم. أسوأ يوم في المدرسة باختصار أو أسوأ حلقة هذه بتكون ممكن في السلسلة. بس على كل حال أتمنى أنها نالت إعجابكم. لا تنسوني باللايك وشوفكم إن شاء الله على خير في مقاطع جاية. أشكر من تسمين القناة وشكر موصول لكل من دعمني بلايك كومنت وشير. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.